الخبز أحد عناوين الحياة ومقوماتها، والعنصر الحيوي والغذائي الرئيس في سلة الأسرة والفرد العراقي الغذائي. في العراق الغني بثرواته، بات الحصول على رغيف الخبز والصمون أمراً ليس سهلاً، ما ينذر بأزمة كبيرة يعيشها العراقيون في الأيام المقبلة. الأسواق العراقية سجلت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في سعر كيس الطحين، حيث تجاوز 50,000 دينار بعد أن تراوح سعره عند 25,000 دينار، ما تسبب بقيام بعض المخابز والأفران بإغلاق أبوابها. كذلك بدأت بوادر أزمة مادة الطحين في العراق، والتي يؤكد خبراء في الاقتصاد أنها ستتفاقم العام المقبل بسبب تخفيض الحكومة الحالية المساحات المزروعة للموسم الشتوي إلى النصف، ما يعني أن العراق سينتج قرابة 2 مليون طن من الحنطة فقط، في الوقت الذي تبلغ حاجته من الحنطة 4.5 مليون طن. وبالتالي سيضطر العراق لاستيراد ما يزيد عن 50% من حاجته. ومع تأكيد الخبراء أن أزمة الطحين ستكون قاسية على العراق والعالم في العام المقبل بسبب تراجع منسوب الأمطار والجفاف وتراجع إنتاج الحنطة مقابل ارتفاع الطلب، ناهيك عن السياسات الحكومية والاقتصادية الفاشلة للحكومة الحالية وسابقاتها في العراق، والتي سينتج عنها إنتاج للحنطة العام المقبل لا يسد نصف الحاجة الفعلية، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار العراقي، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأدى إلى انخفاض القدرة الشرائية الضعيفة أصلاً، ودفع المزيد من الشرائح إلى خط الفقر. كل ذلك سيجعل العراق أحد ضحايا أزمة الطحين، وسينعكس سلباً وبشكل كبير على عراقيه الذين بات البؤس يحيط بهم من كل جانب.